واحد صاحب ديال الضيعة، صاحب فيرما زارع السلاوي، كتعرفوا انتم السلاوي شنو هو. واحد البقرة دخلت لديك المنطقة وكانت كتاكل. هاد السيد هذا جا خدا حجرات وضرب هذيك البقرة، تماتت، ماتت البقرة. السؤال هنا المطروح بين قوسين، زعما هاد السيد هذا واعر شجاع، زعما هاد السيد راجل، زعما انت اللي كترجل على حيوان حيت الحيوان ما كيهضرش، زعما حيت مسكينه ما كتهضرش، حيت ما غدافعش على راسها، حيت لما هضراتش كتعلم. اكيد انت ضربتيها كتعلم، هي راه كتحس بحالنا بحالها. الفرق بيننا وبينهم هو ان الله عطانا لسان كنهضروا به، كنعبروا، كنقولوا داك الشيء اللي كيضرنا راه كنقولوه. اما هما ما كيهضروش، تائن كيحس بها الله عز وجل. وأكيد أن الدعوات ديالها وصلت إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عدل، الله عدل، الله ما غيظلمش شي إنسان وما غيظلمش شي حيوان، لأن الله عدل غياخذ الحق ديالك لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه لا شك فيها، المسألة مسألة وقت. تظلم شحال غتاكل لك هاد البقرة؟ شحال لنفترض مثلا شحال غتاكل لك هاد البقرة؟ دخلت عندك الفيرما شحال غتاكل؟ شحال غتاكل؟ الهكتار كامل غتاكل لك الفيرما كامله. وفوق هذا الشيء حسب الشهود اللي كيتكلموا كيقول لك ان ذاك السلاوي، هذاك السلاوي سلاوي مقاس صالح، يعني مقاس على غير صالح للاكل، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، وجاي قاتل مسكين البقر. قال لك جاي متعصب، معصب وبرد العصبيه ديالته في ذيك البقره، ذاك الحيوان المسكين. واكيد الله سبحانه وتعالى غينتقم منك في الدنيا قبل الاخره، هذا الشيء لأن الله عدل. واحد الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان مشى عند واحد الأعرابي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند واحد الحيوان، يعني أظن جمل أو بعير، يعني هو الجمل يعني. جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كي مشط ليه راس دياله، بحق كما كنقولوا حنا كيدوز يدو على راس ذاك البعير. ملي سالم مشى عند صاحب البعير، اش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما تتقي الله؟ ما تخافش الله زعما؟ وقالوا ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال هذه دابتك تشتكيك. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه رسالة لمن يهمه الأمر. راه هذا الشيء كيضرنا حنا، هذا الشيء راه الصورة ديالنا كتضرب هكا. هذا الشيء راه كنتمنى أن من القانون ياخذ المجرى ديالو، تكون المسطرة صارمة، ما كاين لا تسامح له، تكون مسطره صارمه والضرب بيد من حديد، باش هاد الناس هادو يولي كل واحد يحترم نفسه. خويا عندك فيرما دير عليها سلوكه سيجها، وحتى نفترض مثلا هاد الحيوان دخل ارفق به لله، على الاقل تسمى بحال الزكاه، كدفع انت الزكاه، كترحم هذاك الحيوان، الله سبحانه وتعالى يرحمك ويسهل عليك ويفتح لك ابواب الرحمه. يعني انت تعديتي ما تعديتيش على البقره، قتلتي البقره وقتلتي مصدر الرزق ديال العائله كامل، كانوا كياخذوا منها الحليب، وهذاك الولد مسكين تعب عيا، ضربتها مارع باش يجمع ويشري هذيك البقره، ومشى لقحها، كيقول لك انا لقحها من ثور بلجيكي، يعني مسكين باغي حتى هو يخدم، ولا حول ولا قوة. جيتي تضربتي لي كل شيء في زيرو، أحبطتيه. وأنا كنتمنى إلا كانوا هذوك الناس كرماء وكيخافوا الله يعودوا ذاك السيد. إلا كنتوا فعلا فيكم النخوة، فيكم القبلية كما كنقولوها، القبيلة، لأن القبيلة كتعلم الشيم، كتعلم النخوة، كتعلم التعاون، كتعلم الاحترام، فهمتي، كتعلم الإنسانية. كنتمنى تكون فيكم القبلية وتخرجوا وتعاونوا ذاك الوليد، وترفقوا بدوك الناس مساكن اللي ما عندهمش. خرج زكاة أموالك يا صاحبي، خرجوا زكاة أموالكم واتقوا الله، راه بسببكم انتوما مبقاش الله عز وجل كيعطينا الشجا، بسبب هاد الظلم ديالكم الله حبس الرحمة ديالته علينا. راه الخير يخص والشر يعم، راه لكان شي دوك الناس يكونوا صالحين كلهم يكون فيهم واحد شرير، واحد ولد الحرام، الله سبحانه وتعالى يحبس النعمة ديالته والرحمة ديالته على العباد. علاش؟ حيت فيهم واحد شرير.
ولكن الناس كلهم ظالمين وفيهم واحد مزيان كيتقي الله، الله يعطيهم المطار والله يرزقهم من حيث لا يحتسبون. وانا كنتمنى هذه الرساله توصل للجمعيات الرفق بالحيوان انها تدخل في هذا الملف وما تخليش هذا الملف هكاك يمشي، ما يمشيش، وقفوا عليه يعود داك الدري.